اهلا بكم في قناة زراعة الأسطح. النهاردة هشرح لحضراتكم طريقة عمل الترقيد الهوائي وإيه فوائد الزراعة من الترقيد الهوائي، يعني ليه أنا بزرع بطريقة الترقيد الهوائي ومش بزرع من العقل أو البذور، وأفضل وقت لعمل الترقيد الهوائي، أعمل الترقيد الهوائي في أي وقت. ده كله هنشرحه خطوة خطوة. بس قبل ما أبدأ الشرح في حاجة مهمة عاوز اقولها لحضراتكم، في ناس كتير بتطلب منه فيديوهات وبعد ما انزل الفيديوهات بتطلبها مني تاني وما بيجيلهاش اشعار ان انا نزلت الفيديو. فانت هتفتح القناة عندك هتلاقي كلمة اشتراك، لو انت مشترك معايا هتلاقي علامة الاشتراك معمول عليها علامة صح، هتلاقي جنب علامة الاشتراك جرس، هتضغط على زر الجرس زي ما هنشوف دلوقتي مع بعض. شكل الجرس موجود قدامنا، هتضغط على زر الجرس اللي موجود ده، بعد ما تضغط عليه هيطلع لك مربع بشكل مختلف زي ما هنشوف دلوقتي قدامنا. هيطلع المربع ده هتلاقي علامة صح مش متعلم عليها، ان اليوتيوب يبعت لك اشعارات بشأن القناة، يعني يبعت لك اي حاجة قناة الاسطح هتنزلها هيبعت لك اشعار بيها على ايميلك ان قناة الاسطح نزلت فيديو جديد. بعد كده هتعلم علامة صح بالشكل ده وهتضغط على كلمة حفظ، كده اي فيديو هنزله هيوصل لحضرتك على طول. اول ما نزل الفيديو هيجيلك اشعار على الايميل اللي قناة زراعة الاسطح نزلت فيديو جديد. وياريت كل الناس تتأكد من ان زر الجرس مفعل عندك في الايميل. هنبدأ اول حاجة، هنحتاج ازاز فاضي زي كده يكون لونه شفاف، ازاز زي كده وقطعتها وجبت واحدة تانية وقطعتها عشان هعملهم كده. هتحتاج لزق من الابيض الشفاف، وهتحتاج لزق من النوع ده الشكرتون، وممكن لو ما عند لو مش عايز تزرع في ازاز زي كده ممكن تستخدم كيس زي كده. وهتحتاج بيتموس. هبدأ مع حضراتكم خطوة خطوة ازاي اعمل الترقيد الهوائي. طبعا ده انا قطعتها من الشجرة عشان اجي اعمل الترقيد الهوائي هنا يكون التصوير افضل من بره. بس انت طبعا لو انت هتعمله على الشجرة مش هتقطع الفرع، مش هتقطع الفرع. انا هعمل لك دلوقتي خطوة خطوة. هبدأ اجيب سكينة ولا حاجة وهاخد فرع من شروط عمل الترقيد الهوائي. الاول يا جماعة، شروط عمل الترقيد الهوائي ان الفرع يكون عمره سنة او اكبر من سنة، يعني ما جيش على فرع زي كده رفيع جدا واقول له هعمل له ترقيد هوائي، مش هينفع معاك. لازم يكون فرع زي كده يعني يكون قد صوعك كده، ابدأ اعمل عليه ترقيد هوائي، ده عمره كده يعني متجاوز السنة زي كده. هبتدي اعلم الفرع زي ما حضراتكم شايفين، بتبتدي تشيل الورق زي ما انا شايل الورق كده. هتشيل بضوافرك كده هتخلي الفرع معاك بالشكل ده، شايفين يا جماعة الفرع معايا بقى عامل ازاي؟ طبعا ده هتبقى لسه متصلة بالشجرة، يعني الفرع اللي انا شغال فيه مش هتيجي يمته، هيبقى متصل معاك بالشجرة. هنبتدي نعمل ايه بعد ما عملنا كده؟ هنبتدي نجيب الازاز زي كده،
في حاجة نسيت أقولكوا عليها يا جماعة، لو أنت عاوز تخلي عملية التجذير تطلع في وقت قليل، ممكن تستخدم عسل أو قرفة أو هرمون تجذير هتحطه على الجزء ده. لو ما عندكش عادي مفيش أي مشكلة، بس الحاجات اللي أنا ذكرتها لكم بتسرع عملية الإنبات بتاعة الجذور. هنبتدي نجيب كيس، لو عندك كيس هتحطه في الكيس، يعني هتقطع الكيس، لو عندك كيس هتقطع الكيس كده وهتلبسه في ال هتلبسه هنا كده وهتملاه ايه بيتموس. بس انا طبعا بفضل اللي الازاز اجمد شويه، يعني انت لو ما عندكش هتخرم الكيس كده وكده، هتلبسه كده يعني هتلبس الكيس كده وهتقفله وهتملاه بيتموس، وهتشوف زي ما هعمل على الازازه الفاضيه هتعمل في الكيس. طبعا انا هشرح لكم من غير اي حاجه، انا هعمله طبيعي خالص من غير اي حاجه. وهقفل ده هيبقى بالشكل ده. وهجيب الجزء ده الخطوة اللي جاية خطوة البيتموس. المفروض تعمل في بيتموس ده بيتموس على رمل على تربة خفيفة من الطمي اللي هو التراب، المفروض تخليها مرتبة معاك بالشكل ده، يعني تعملها كده شايفين فيها ترطيب خفيف. لو هو بيتموس لوحده هترشه بمية وهتعمله كده تنزل منه المية الأول، يعني البيتموس بيبقى عامل زي السفنجة، لو حطيت في السفنجة مية وضغطت بتنزل المية اللي فيها. البيتموس هترشه ميه المفروض تعمله ببيتموس بس عشان مش موجود عندي الا بيتموس مخلوط برمي وطمي. هتعمل البيتموس كده قبل ما تحطه في الازازه، هتعمله كده تعصر منه الميه، يعني تخليه مرطب وتتاكد اللي هو ما فيهوش ميه، هتعصر كده هينزل معاك الميه. هتبتدي تدخل الطمي في الازازه بالشكل ده، هتفتح كده وهتملى طمي بالشكل ده. هيبقى معاك بالشكل ده. هنبتدي نجيب اللزق الابيض، يعني انت بعد ما حطيت طمي هتتاكد ان الازازه مظبوطه كده، وهتبتدي تغطي بلزق ابيض، ولازم الازازه تكون بيضه عشان تشوف الجدر. يعني بعد حوالي شهر ونص لشهرين، هو المتوسط شهرين على حسب نوع الشجره، هتلاقي الجذور بدات تطلع معاك هنا، هتشوف الجدر هنا يا جماعه علشان الإزازة شفافة، هتشوف الجدر بدأ يطلع معاك حوالين الإزازة. بعد ما الجدر يطلع وتحس إن الجدر بقى كبير هتبتدي تقطع. الأول هنغلف ديت باللزق الأبيض، واهم حاجة تتأكد ان هي مش هتدخل معاك هوا. وطبعا انت لو بتعمل هتبقى تعرف تعمل احسن من انا بعمل دلوقتي عشان التصوير.
هتبقى معاك النتيجة بالشكل ده. هنبتدي نجيب الورق ده وهنلفه، بس قبل ما نلفه نتأكد ان اللزق غطى كل الفتحات، يعني كده ما يدخلش هوا. وهنبتدي نلف اللزق بالشكل ده. فايدة الورق اللي اتلف ده يا جماعة علشان الشمس، وعلشان اللون الأبيض بيعمل عفن، يعني الزراعة في الأزاز البيض أو الحاجات دي بتعمل عفن، فعشان كده بغطيها وعلشان تحفظ الجدر. وبعد شهر انت هتتابعها مثلا كل أسبوعين، هتفتح عليها تتابعها تشوفي ايه التغيير اللي حصل فيها. بعد أسبوعين أو بعد شهر هتبدأ الجذور تكبر معاك واحدة واحدة تدريجيا. أول ما توصل شهر ونص أو شهرين هتلاقي الجدر بدأ يكبر. انتظر على الجدر اما يكبر شوية ويبقى تحس ان الجدر خلاص كبر، وهتبتدي تقطع من تحت. يعني كده انت الجزء ده اللي انت كنت عامله التركيد الهوائي اللي فوق، هتبدأ تقطع من تحت. بعد شهر ونص هتبدأ او شهرين على حسب ما الجدر يكتمل النمو معاك، هتجيب مقص من اللي هو مخصص للزرع او اي حاجة تقطع بيها، وهتقطع الشجرة من تحت. وهتبتدي تجيب الشجرة ما تحطهاش في ارض عشان ما تفشلش معاك. الشجرة بعد التركيد الهوائي بتبقى محتاجة رعاية فترة صغيرة. أول ما تقطعها بعد شهر ونص أو شهرين هتبتدي تقطعها وتاخدها في قصيص ولا حاجة. لو الجو مش منتظم هتحطها في بيت محمي أو داخل في مكان فيه ضوء شمس غير مباشر، يعني لو أشعة الشمس جامدة، أو تحطها في مكان يكون كويس، يعني بلاش تزرعها على طول في الأرض لحد ما تحس إن هي بدأت تشد حيلها، الجذر بدأ يكبر. تبتدي بعد فترة يعني تعودها على الشمس، ما تاخدهاش مرة واحدة كده، يومين ولا حاجة طلعها ساعة، تاني يوم طلعها ساعتين كده، ما تحطهاش في الشمس مرة واحدة، لأنها بتبقى شجرة عاملة زي الإنسان لما يكون عامل عملية، فبتبقى ضعيفة محتاجة فترة عناية بيها بالشجرة، ما تاخدهاش تطلعها على طول. وأفضل وقت تزرعه فيها طبعا في الربيع، وممكن تزرع من الربيع لشهر 10 عادي ممكن تزرع. بلاش تعمل التركيد الهوائي في الشتاء يا جماعة، يعني في البرد الجامد بلاش تعمله. والتركيد الهوائي ده أنا دلوقتي لو عملته من شجرة أي شجرة عملت عليها التركيد الهوائي، نفترض شجرة ليمون وكانت بتطلع نوع ليمون كويس أو نوع ليمون يعني عجبك وعاوز تعمل منه شجر، هتعمل نفس الموضوع ده بعد شهر ونص أو شهرين، ده متوسط المدة. هتلاقي هتشيل الطبقة ديت، هتلاقي التركيد الهوائي نجح إن شاء الله معاك، وهتقطع وهتزرع. ايه اللي هيميزني بقى اللي انا ازرع بالطريقه دي يا جماعه؟ ان بعد مثلا فتره قليله، من ممكن من تاني سنه ولا حاجه في الموسم اللي بعديه، تبتدي تلاقي ان الشجره بتطرح معاك وهي صغيره، وانت عامل فرع صغير يعني عمره سنه، تبتدي تطرح معاك. ليه؟ لان انت واخدها من شجره يعني مكتمل النضج بتاعها، فالفرع كان معتمد على نفسه في الشجره، يعني كان الفرع ده وهو في الشجرة بيتغذى من الشجرة الأم، يعني المفروض تهتم بالشجرة الأم في الري وفي كل حاجة علشان عملية التجذير تطلع في وقت قليل، يعني ما تغيبش معاك. فأنت لما بتاخد فرع زي ده وبتعمله، بتخلي الفرع ده يعتمد على نفسه، يعني الفرع ده بعد ما تعمله كده بعد شهر ونص هيبتدي ياخد غذاء من هنا علشان يعتمد على نفسه، يعني كده أنت بتديله إنذار لو ما اعتمدتش على نفسك هتموت. اللي أنت قطعت عنه الوسيلة اللي موصلة من هنا لهنا، بس لازم تعتني بالشجرة الأم. لو عملت كده وقطعت بعد اسبوع ولا اتنين مش هتنجح معاك، لازم يعدي في حدود شهر ونص شهرين، ده يكون افضل. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعمل لايك للفيديو، سبسكرايب للقناة، شير لو حسيت ان حد ممكن يستفيد من المعلومة، والسلام عليكم.